مرحبا بكم، رجعنا لكم بوصفة جديدة، إن شاء الله تكونوا بخير. أتمنى الاشتراك بالقناة، تفعيل زر الجرس. يلا بينا. صباح الباكر، الفطار وأومليت كتير كتير روعة، وأفضل تجربوها وسهلة كتير. ثلاث بيضات، حليب تقريبا 80 جرام بالتقريب يعني، فلفل أسمر حسب الذوق رشة، وملح حسب الذوق رشة، أوريغانو رشة. تحريك جيد، وضع زبدة تقريبا معلقتين 30 جرام تقريبا، او اي نوع زيت زيتون ممكن، اي نوع دهون. سكب الخليط، من ثم وضعه بالفرن على الرف الوسطاني من فوق ومن تحت الفرن، على شيء تقريبا 8 دقائق اخذ. هذا شكله النهائي. وضع الجبنة، من ثم إعادته إلى الفرن أقل من دقيقة. هذا شكله النهائي. ممكن نرش أوريغانو، نضع أوريغانو. هذا شكله النهائي. هذا ممكن للفطار أو قبل التمرين شي ساعتين ثلاثة. كتير كتير لذيذ. طعام بعد التمارين يفضل بدون دهون بعد التمارين، وبروتين وكربوهيدرات أفضل بعد التمارين. ممكن تجهيز الطعام قبل التمارين يكون جاهز بعد التمارين. فليت دجاج تقريبا 300 جرام، بهار دجاج معلقة صغيرة، ملح حسب الذوق، رز 100 جرام، وماء 200 جرام ضعف كمية الرز. تحريك، ينسجم الخليط مع بعض، من ثم وضعه
ورق الألمنيوم. تغليف جيد. الفرن محمى مسبقا على أعلى شيء من فوق ومن تحت 60 دقيقة. هذا هو شكله النهائي. في تقريبا 80 جرام 90 جرام بروتين. في تقريبا 70-80 جرام كربوهيدرات. أفضل وجبة بعد التمرين. أما العشاء فهو كبسة ورق الدجاج. وصحة وعافية. كل عام وانتم بألف خير. اتمنى تشتركوا بالقناة. شكرا كتير لكم. مع السلامة.